بعيدا عن أي حلول تلوح بالأفق، تعيش مدينة الرحابات انعداما في الوقود، وتدخل شهر السابع. أكثر من 20,000 نسمة في المدينة يعانون جراء أزمة مرهقة طال أمدها، وانعكس تأثيرها مباشرة في حياة المواطنين اليومية. المواطن شنو تو يعني قصدي مجبور انه ياخذها هنا الكلوني ب 60 ب 70 ب 20 على حسب المهربين وشنو يبوا، ولا ينزل مضطر ينزل طرابلس يعبي، لانه في بوابات قصدي تم تنزل فيهم، يعني المواطن في ظروف صعبه. في المده الاولى يقولوا ان النائب العام قصدي وقفها، وبعدين ما عادش عرفنا قصدي السبب، هل هو من النائب العام، هل هو من حكومه الوفاق، هل هو قصدي من هذه يعني هيك ناس ثانيه، يعني قصدي باش المستفيد من الدوله التهريب النائب العام، الله اعلم. فهمت كيف؟ يعني ما عادش عرفنا قصدي السبب الرئيسي للازمه هذه وكيف تنحل. وعندنا احنا هنا البلديه قصدي راكده شيء، ما فيش قصدي تحركات، ما فيش اي مساعي. محطه وقود واحده لم تعرف غيرها مدينة كالرحابات مترامية الأطراف، وأما بنيتها التحتية فمتهالكة، إذ لم تشهد أي أعمال صيانة منذ عشرات السنين، إضافة إلى التوقف المتكرر لمضخاتها جراء انتهاء عمرها الافتراضي. آخر مسمار في أزمة المدينة دقه قرار صدر في يناير الماضي عن النائب العام، يقضي بإغلاق 103 محطات للوقود، بينها محطة الرحابات الوحيدة. إقفال المحطة فتح السوق السوداء أكثر لتجارة الوقود داخل المدينة، وتحولت لاحقاً إلى ملاذ طارئ للمواطنين في سبيل تلبية احتياجاتهم اليومية رغم ارتفاع سعره.